مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الأستاذة هانم كان ليها دي من أسئلة المتبقية من الأمس، ما كانش في وقت للإجابة. الأستاذة هانم بتسأل بالنسبة لصيام الاثنين والخميس، هي بتتطوع بصيام الاثنين والخميس لكنها في يوم اضطرت أنها تفطر، فهل تأثم لذلك؟ لا، لا تأثمين في صيام التطوع، لأنه دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتطوع ده أمير نفسه أو أمين نفسه، فإذا صام تطوعا فله إنه هو يفطر، ولا سيما إذا كان الإنسان احتاج إلى كده، زي مثلا جالي ضيف وأنا أخشى من مشقة إن أنا ما أقدم له الأكل ما يرضاش يأكل عشان أنا صايم، وليس من إكرامه وأنا صايم صيام تطوع، يعني أنا أقدر إني أفطر إكراما لهذا الضيف وعشان أشاركه الطعام ما يبقاش هو قاعد يأكل لوحده. فالحالة اللي حضرتك قلتيها دي من الحالات اللي حضرتك عادي وأنت في نفس الوقت بتصومي صيام تطوع تنفل أنت بتتطوعين به، فأنت أميرة على نفسك، إن شئتي كملتي وإن شئتي فطرتي ولا أفطرتي ولا شيء في ذلك عليك يا أستاذة هانم.